السلام عليكم الدراري، كنتمنى تكونوا بخير، الصحة ديالكم مزيانة، كل شيء وداك. كما عارفين حكيمي كيعاني على مستوى التمريرات اللي كيعطيو الزملاء ديالو قلال بزاف في باريس، وقالتي قبل مواجهة بنفيكا هادشي اللي قال الضنادة ولمح ليه بطريقة غير مباشرة، بحيث قال الحكيم مينديز الظهيرة ديال باريس دور الظهيرين حكيمي ومينديز مهمون للغاية في خطتنا. من الممكن أن تشعروا بأننا نميل أكثر إلى ناحية اليسار، ولكن نحاول توفير الدعم أكثر من خط الوسط ليتواجد أشرف خلف خطوط الدفاع المنافسين، لأن هنالك يجد المزيد من الدعم ودوره حاسم. على أي حال أنا راضي جدا على اللاعبين وعلى الفريق البرتغالي بنفيكا. النتائج التي حققها نادي بنفيكا لم تفاجئني، هو فريق قوي ومنظم ويضم مجموعة من المواهب. يعني من الاخر بالدرجة قالتي باللي اللاعب الوسط كيبانو بحال اللي كيركزوا على الجهة اليسرى، لكن طبيعة حال حكيمي دور ديالو مهم، وطبيعة الحال كتمنوا يقيس كرات كثيرة باش تكون عند القوة الهجومية كما هي العادة في الانتر ودورتموند وريال مدريد. اش بالكم الخوت، هذا ما كان الله فراسكم.